استاذ علي، يعني صراحة احنا ما حسب يعني معرفتي ما اراد الامور تاخذ غير مجرى، لكن عندما وسائل الاعلام ما عرفت الحقائق هي اوضح انزل بيان سريع يوم صباحا بالضبط نزل التوظيف. اتمنى انت عندك انت فقرات تقرا من ارسلوا لي اذا وصلكم يا شباب. هذا الموضوع طيب. يعني بهاي الصوره استاذ علي تمنيت على الاماراتيين خلي اكمل انه خلي يساعدونا في عمليه رفع الحظر، خلي فرقهم الرياضيه تجينا للعراق حتى يحركون منشاتنا الرياضيه. ما كان اكو موقف طيب رياضيا من الامارات تجاه العراق حسب تصورك؟ يعني قصدك كره القدم سابقا؟ قدم واي اتحاد اخر؟ ماكو اي اتحاد. ماكو اي موقف؟ ماكو اي موقف. اعطيني اي موقف، خليه اي واحد خليه يتصل بي يقول لك الموقف الاماراتي كان من جانبي. طيب البعض يتهمك هسه ما اعرف هو اتهام او فد شيء اخر، انت دائما تميل للاولمبيه تدافع عن الاولمبيه، شنو السبب؟ ليش قريب لهذا الحد وتدافع عن الاولمبيه اللي عاجزه ان تصنع لنا بطل اولمبي ووسام انجاز لسنوات؟ هو مو دفاع استاذ علي. احنا نتحدث بالمنطق. زين. احنا اما انه المقابل يقنعني انه يقول لي انت دفاعك لمجرد انه عندك فد هدف او عندك فد غايه. انا ما دا دافع، انا دا اشرح حقائق. انا ما دا اقول رعد حمودي والله اعظم قائد رياضي، ولا اقول رعد حمودي افضل شخصيه رياضيه، لا. انا كل الامور اللي دا اتحدث بها، دا اتحدث بها بمعلومات. حتى المشاهد يعرف انه الموضوع بهذه الصوره جرى، اما غير شيء ما عندي اي دفاع.